سياسيا وفيما يتعلق بالمفاوضات حول التهدئة في غزة، قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة الأمريكية متفائلة بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف في تصريح للجزيرة اليوم الجمعة أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق، ولكن لم نبلغ ذلك بعد ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه. وأقر المسؤول الأمريكي بوجود تفاصيل عالقة، قال إنه ينبغي الاتفاق عليها، وهذا سبب بقاء فريقنا التفاوضي في المنطقة. على الصعيد، أفادت صحيفة يديعوت أحرانوت عن عودة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار من العاصمة القطرية أو المصرية القاهرة ظهر اليوم الجمعة. وكانت الصحيفة قد قالت في وقت سابق إن الوفد اتجه إلى القاهرة لاستكمال مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. من جهتها، حثت الخارجية الصينية إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وحماية المدنيين بشكل فعال. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ السياسي ظاهر عمر. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. إذن حول مفاوضات التهدئة، واشنطن هذه المرة على لسان جون كيربي تقول إنها متفائلة بحذر. لماذا متفائلة ولماذا بحذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. أهلا وشكرا للمستمعين. الواقع، المشكلة الحقيقية الفعلية هي المشكلة مع نتنياهو. نتنياهو هذا الرجل فشل عسكريا مع المقاومة في غزة، والآن هو في وضع ما يمكن هو يسمح لنفسه أن يروح على السجن وتنتهي حياته العسكرية وحياته السياسية وحياته الكذا، اللي كان محس حاله أنه حيكون إمبراطور إسرائيل وحيكون الملك المتوج للإسرائيليين. الآن هو منهزم، ما قدر يحقق ولا شيء مطلقا من البنود اللي حطها. حط هو بده يقضي على حماس وعلى المقاومة، وحط انه بده ياخذ الأسرى عنوة. هو ما قدر ياخذ ولا شيء ولا قدر يعمل شيء. الآن هو شو اللي عمله؟ هو دمر غزة، قتل الأطفال، قتل الدنيا، دمر المستشفيات، دمر المدارس، دمر الجامعات، دمر البنية التحتية، دمر الشوارع، دمر المي، دمر كل شيء، عبارة عن إمادة جماعية. ومقدم هو الآن محكمة الجنايات الدولية والمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الكبرى وأمام العالم كله أنه قاتل أطفال. نعم، طيب يعني مع كل ما تفضلت به يعني هنالك لا، بدي اكمل لك عشان اوصل لك للنقطه اللي بدي اياها. تفضل. اليوم اللي حريص على اسرائيل، هو مش حريص على اسرائيل، هو حريص على مصلحته الشخصيه، لكن حريص على اسرائيل هي امريكا، حريص على لا. اسرائيل من انه هذا الكلام يمتد الى اكبر من اللي بيشغل فيه، وتصير عباره عن حرب، يعني تنتقل من حرب مع غزة إلى حرب مع حزب الله، مع إيران، مع الجماعة الأخرى، وتصل إسرائيل إلى مرحلة التدمير. هذول حريصين على أمريكا مش حريصين على نتنياهو، ولذلك نتنياهو حاكها بالصراحة وبكل شيء، قال أنا ما بدي، عندي خطوط حمر وعندي التزامات حمراء. الآن أمريكا بتحاول بكل إمكانياتها وبكل أمورها إنها تهدي الوضع وتسحب هذه المصيبة لحتى تحل في إسرائيل. الآن هو شو اللي بده يعمله؟ الآن إسرائيل هذا يعني أنت واخذ مع امريكا اللي بدها اسرائيل وبتحافظ على اسرائيل، بس ما بدها نتنياهو بهذه التصرفات، هاي هي المشكله. فبتحاول اسرائيل، بتحاول امريكا بكل الطرق وبكل القبل، بحيث ضغطوا على حماس وجابوا مصر وجابوا كذا، وحماس تنازلت عن اشياء كثيره عشان تصل الى اتفاق، ولكن هذا نتنياهو حيدمر اذا وقف الاتفاق، حيدمر اذا وقفت الحرب، حيقدموا للمحاكمه هو الشله تبعتهم كلياتهم، حيروحوا للسجون. هذا هي المشكله الحقيقيه، المشكله الحقيقيه إنه هو مش سائل عن إسرائيل ولا سائل عن فلسطين ولا سائل عن العرب ولا سائل عن أمريكا. يعني نفهم أن أمريكا يعني تتفائل بحذر، الحذر هو يعني قادم من يعني معرفتها وعلمها بنتنياهو ورد نتنياهو واحتمال يعني أن يقوض هذه الاتفاقية قبل حتى يعني أن تبرم أو تذهب إلى مراحل أخرى. بالتأكيد هذا الكلام صحيح تفضل فيه. أمريكا ما لها مصلحة في توسع الحرب، أمريكا ما لها مصلحة أن تصير حرب إقليمية أو حرب أخرى، ما لها مصلحة، ولا حد فلسطيني له مصلحة، ولا حد له مصلحة، ولا حزب الله له مصلحة، ولا واحد له مصلحة في توسع الحرب وهذا الدمار. لكن اللي له مصلحة حقيقية فعلية هو نتنياهو. نتنياهو الآن ما في حل إلا بقتله من جماعته أو بانقلاب عليه، أو أنه أمريكا ما بتقدر هي توقف كل الدعم لإسرائيل، لأنه إسرائيل
إسرائيل هي مربوطة في أمريكا، هذه المشكلة الحقيقة. أمريكا بتعمل وجودة، وأمريكا في ورطة أكبر من إسرائيل، لأنه في عندهم انتخابات. صحيح. والآن هذا بايدن، الآن تغيرت صورة بايدن أمام الشعب، وما بعد المناظرة اللي بينه وبين ترامب، أمريكا في ورطة هائلة، حزب الديمقراطي كله في ورطة الآن بسبب نتنياهو اللي انعكس كله على بايدن. نعم. ولذلك هذه المشكلة الحقيقية، المشكلة الفعلية الحقيقية، المشكلة بعدين مشكلة إسرائيل، الوجه الأسود أمام العالم كله، الوجه القبيح قدام العالم كله، الإشي اللي واحد هي عالميا خسرت وداخليا خسرت ووضعها مدمر في الداخل ومدمر في الخارج، ولكن كلها بحكم القانون في إسرائيل بحكم هذا رئيس الوزراء ومعاه شلة زعران كلها شلة ناس مجرمين، وهذا هم اللي خايفين على مناصبهم وما تركب. هذه المشكلة الحقيقية، عشان هم الأمريكان في أمل ربما من هان بطريقة أو أخرى انه ربما يكون في نوع من التفاوض، لكن انا بالنسبه لي بوجود نتنياهو لا يمكن يوافق نتنياهو. بحاول يمط الحرب وحاب يمط كل الامور بحيث انه يصل الى مرحله بفكر انه لما يجي ترامب يمكن يكون احسن له من هذا، لكن المشكله الحقيقيه انه اسرائيل مدمر عسكريا، مدمر نفسيا، مدمر جاهزه، مدمر سلاحها، مدمر شعبها، مدمر عشان يعني هذا انكسرت، ولذلك امريكا بتحافظ على اسرائيل بكل امكانياتها. هذا هو الحل الموجود في بوجهة نظري يعني. نعم. طيب، يعني عودة إلى القاهرة، برأيك يعني هذه الجولة يعني آخر ما أسفرت عنه قبل عودة الوفود إلى يعني كل إلى يعني قيادته، برأيك ما الذي حدث في القاهرة آخر ما توصلت إليه هذه هؤلاء يعني المجتمعون؟ أخي نعلم أن حماس قدمت تنازلات يعني في هذه الجولة. التنازلات قدمتها حماس. نعم. التنازلات قدمها هذه حماس تعتبر حالة مسؤول عن الشعب الفلسطيني. نعم. تعتبر حالة مسؤول عن أهل غزة واللي بتدمر واللي بالقتل تكون أمهاتهم وبياتهم وأولادهم وأخوانهم. إحنا بشر في عنا إحساس، مش معناته إحنا إذا حماس منتصر عسكريا إنه إحنا يعني بهننا في هذول الناس اللي بتقتلوا أطفالنا وبناتنا وأولادنا. نعم. وعرضنا ودمنا ولحمنا. إحنا حماس تتنازل في كل الحدود اللي ممكن، هي بس تحافظ على وجود شعبها. حماس ما بتتعنت انه من اجل ان انا كوني منتصر عسكري بدي اضحي بكل هذول الناس، ولكن هذا اسرائيل ما لها حل الا تدبير الاطفال، عشان هي تحس حالها بتسوي شيء، هي ما هي قادره تعمل شيء. يعني هم في 10 شهور شو عملتوا انتوا؟ 10 شهور ما لقيت غير فرده السنوار، شو عملتوا انتوا في المقاومه؟ عوده الى القاهره سيد ظاهر عمر، يعني عوده الى القاهره، برايك طبعا. يعني هذه الجوله ماذا اسفرت يعني؟ ولا عن شيء، أسفرت كل شيء. احنا ما عندنا يعني المقاومة عندها مشكلة، ولا المصريين عندهم مشكلة، ولا القطريين عندهم مشكلة، ولا الأمريكان عندهم مشكلة. المشكلة الحقيقية في هذا المجرم نتنياهو وبن غفير واللي معاه، هذه. نعم. المشكلة مع الإسرائيليين ولا مع الجيش الإسرائيلي. نعم. ولا مع الشباك ولا مع الموساد، هي المشكلة مع الشخص موجود بده يحافظ على بده مستقبله كله ينتهي ويقضي. نعم. بقى حياته في السجن بعد ما كان هو إمبراطور في إسرائيل. نعم. هذه المشكلة، أنت مش قادر على، إذا كان هو مش قادر الآن يخلص مشكلة مع حماس، بده يخلص مشكلة مع إيران ومع حزب الله ومع الحوثيين ومع العرب ومع المسلمين ومع كل الدنيا، هذه المشكلة اللي عنده. نعم. ما في مشكلة عند حماس ولا غير حماس، حماس تتنازل عن كل شيء إلا عن المبادئ الأصلية الأساسية، بس كل الشيء الشكليات هاي تتنازل عنه. وضحت صورة أستاذ ظاهر عمر. أنا وظل. نعم. الحرب موجود وظل القتال موجود والدمار موجود. نعم. كيف بده يصير هذا الحكي؟ شكرا لك الأستاذ السياسي ظاهر عمر.